السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل أهش وأطرى كيكة برتقال ممكن تاكلوها في حياتكم. لو بتبوظي الكيكة ودايما متعودة انها ما تديكيش النتيجة المطلوبة، تعالي نعمل أحلى كيكة برتقال هتدوقيها في حياتك بمقادير سهلة وبسيطة وجميلة جدا، وبتطلع معاكي ممتازة قوي 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 لأقصى حد. يعني بصوا أنا بمسكها كده، هي طرية جدا، ده هي كده بعد ما كانت بردت كمان، يعني مش لسه خارجة من الفرن. بجد حاجة، بصوا بصوا بتترج معايا ازاي بشكل يعني اللي هو اسفنجية اسفنجية. يعني بجد وصفة هايلة قوي قوي وسهلة جدا، وموجود حاجتها تقريبا عندنا في البيت، كل الحاجة مستلزماتها هتلاقيها موجودة في كل بيت. الوصفة جميلة قوي وهتعجبكم، يلا بينا نجرب ونشوف الوصفة الحلوة قوي دي بتتعمل ازاي. بصوا بصوا انا طلعتها هنا وطالعه طريه جدا، طالعه تحفه. هي كمان بصوا عامله كانها كيك اسفنجي، شبه الكيك الاسفنجي بالظبط، بس دسمه وحلوه عشان هي مش كيكه اسفنجيه. طبعا معايا دقيق، معايا كوبايه سمنه، ومعايا كوبايه برتقال فنجان، ومعايا باكو بيكنج باودر، ومعايا قشطه، قشطه انا بستخدم قشطه، ومعلقه محسن خبز، وزيت او ريحه برتقال، زيت البرتقال او ريحه برتقال، ودي معلقه لبن بودره انا برضو بستخدمها، هستخدمها في الطريقه، وسكر طبعا، والدقيق بتاعي. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الاول كوبايه السمنه، ادي كوبايه سمنه على زيت الاتنين مع بعض، حطها ومعلقه قشطه، وهنضربهم كده ضربه سريعه مع بعض لحد ما يفتحوا شويه، وبعدين هنزل معاهم بالسكر بتاعي. هنحط السكر وبعدين نديهم ضربه محترمه، نقعد نضرب فيهم كده حبه حلوين لحد ما القوام يسيح شويه، وبعد كده هحط عليهم البيض بتاعي وطبعا الفانيليا. طبعا لما بحط البيض بعد كده بحط المكونات كلها فوق بعضها، ليه؟ لان انا مستعمله محسن خبز، محسن الخبز فايدته ان هو يرفع البيض، يعني يرفع البيض ويحسن من قوام الكيك. فانا عشان الدنيا كلها تترفع معايا وتبقى الكيكه هشه، بحط بعد كده المكونات كلها مع بعض عشان تترفع كلها مره واحده. هنا حطيت 4 بيضات، وهحط الفانيليا، وهحط كمان الدقيق والبيكنج باودر ومحسن الخبز، هحط وشويه من عصير البرتقال بتاعي. عصير البرتقال انا عاملاه وضربه فيه قشر البرتقال، ولما طلع لي كده لونه خفيف شويه، ما طلعش اورنج قوي، انا حطيت له نقطه لون احمر طبيعي عشان يديني لون برتقاني داكن، يعني ان البرتقال الطبيعي ما بيديش اللون الاورنج القوي ده، فانا بحب اللون ده يبقى طالع في الكيكه، فانا اديتها نقطه لون احمر بالظبط على عصير البرتقال. كده انا حطيت المكونات كلها على بعضها، وطبعا زي ما انتم شايفين العجينه تقلت معايا قوي، فبدات احط جزء من فنجال البرتقال بتاعي. الفنجال المقادير اللي انا مستخدماها مش اكواب معياريه، انا التانيه دقيق مستخدماه 4 اكواب عاديين، اللي هي اكواب الميه بتاعتنا دي، او كوب النسكافيه، الكوب اللي موجود في كل بيت. فنجان البرتقال هو الفنجان العادي برضو بتاع الشاي، اللي هو مقدار فنجان الشاي بتاعنا العادي الموجود برضو في اي بيت عادي. المعلقه بتاعت المحسن الخبز نستخدمها بس معلقه معياريه، اللي هي اول معلقه كبيره، يعني تقريبا في حدود شبه معلقه الرز كده، يعني لو انا ما عنديش المعلقه المعياريه بعملها بمعلقه اكل عاديه جدا ما فيهاش حاجه خالص. هبدا اقلب فيها، اقلب في حبه حلوين علشان المحسن بتاعي يرتفع معايا، ويبدا الكيكه تطرى كده وتبقى حلوه وقوامها يتظبط. هضربها حبه حلوين مش اقل من 10 دقائق، وبعد كده بكون مسخنه الفرن كويس جدا جدا جدا. ده طبعا بصوا شكل البرتقال، انا لما حطيت عليه نقطه من اللون الاحمر علشان يخلي الكيكه بتاعتي اورنج شويه، انا محتاجاها ان هي تلون معايا شويه، عشان انا بحب اللون الاصفر قوي ده يبقى في الكيكه تبقى لونها حلو كده كانها لونها برتقاني، ما بحبهاش تطلع. لو انت عايزاها طبعا فاتحه عادي، في ناس بتحب الكيكه لونها ابيض من جوه، ده عادي جدا طبعا، الامر متروك للي انت بتحبيه. يعني
كده انا هضرب فيها حبه حلوين. طبعا انا هختصر الوقت، مش هجيب لكم وقت الضرب كله لان هي تقريبا اخدت 10 دقائق ضرب. هتضربي فيها كويس جدا جدا لحد ما القوام تلاقيه طري كده وناعم معاكي وبقى هش، وبعد كده هتطفي عليه وتحطيه على الفرن على طول باذن الله. بتاخد تقريبا في الفرن من ساعه لساعه الا ربع. طبعا ما تفتحيش عليها، دي قواعد معروفه ما بيتفتحش عليها قبل تقريبا نص ساعه على ما تفتحي تكشفي عليها. كده خلاص خلصنا ضرب. انا جهزت الصينيه بتاعتي، دهنتها زيت كويس جدا جدا، وهنقسم طبقه الكيك دي اتنين. هنحط الاول طبقه بحيث ان هي تغطي القاعده، ممكن مش لازم نقسمهم جزئين متساويين، اهم حاجه ان الجزء اللي فوق اللي انا هقسمه يكون ازيد شويه من الجزء اللي تحت، لان انا هحط البلح او التمر بتاعي ده البلح الرطب هحطه في النص، فانا مش عايزاه يبقى يغطس مني تحت ولا عايزاه يبقى ظاهر لي فوق، عايزاه يبقى محشي بيه في النص. هحط البلح ده في دقيق واقلبه كده كويس في الدقيق عشان ما يسقطش معايا تحت. كده انا بحب بسوي الكيكه كده، نخبط في الصينيه تخبيطتين بحيث ان الكيكه تتساوى. وبعد كده هحط التمر بتاعي او البلح او اي حاجه، على فكره ممكن تتحشى اي حاجه، يعني لو انت عندك بواقي اليميش بتاع رمضان مشمشيه والقراصيه والتين والحاجات دي، انا كنت بحب احشي بيها قوي الكيك بعد رمضان دايما بيبقى معايا، فبحشي بيها الكيك بتبقى طعمها حلو جدا وجميله جدا، وبالذات بقى يعني لو حطيت بقى كمان كريز كمان معاها او اي حاجه تانية زبيب بتبقى طعمها حلو قوي وبتدي الوان حلوه كده لما بتيجي تقطعيها. طبعا الدقيق اللي انا عفرت بيه البلح ده عشان ما يسقطش زي ما قلنا تحت، هرصها كده بحيث ان هي تبقى متوزعه في الكيكه كلها، وبعدين هرجع احط الطبقه التانية بتاعتي علشان نغطي شكل البلح.
كده انا خلاص خلصت وايه وسويتها، هحاول كده اخبطها تخبيطتين علشان تتساوى تبقى كويسه جدا، وهدخلها على الفرن على طول وبالهنا والشفا. كده خلاص طلعت معايا، لو عجبتكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبالهنا والشفا.